كمان جميله. دي ايه دي؟ جلابيه؟ تسلم ما جايبك يا عمر. ربنا يخليك لينا. بص شايف اخويا حبيبي جايب لي ايه؟ يا سيدي يا سيدي طبعا ما احنا اللي على الحجر. ده مش هنا خالص. خالص. وتفضل يا عم انت كمان. انا؟ يا رب بس يطلع ماسك. ما شاء الله. لزومها ايه بس المصاريف دي يا عمر؟ انت جبت فلوس منين الكلام ده كله؟ شكلك اشتغلت بالمخدرات يا عمر. مخدرات؟ الملف السعدي يا ابني. ياما بضحك معاه. بقول لك ايه؟ عايزك في كلمتين على جنب. سر عن امك واختك. يا عم كلمتين رجالي. يلا يا اخويا يلا. على اذنكم يا بنات. اتفضل. ها؟ ما قلتليش ايه رايك؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي ماشي. الحته اللي كانت معاك ها؟ حته. حته ايه؟ يا ابني احترم نفسك، دي هتبقى مرات اخوك. مرات اخوك؟ ايه ده؟ اوام كده؟ وانت لحقت ترجع من السفر عشان تلحق تعرفها؟ ولا كنتش كنت عارفها من العراق كامل؟ لا عراق ايه؟ دي زبونه في النادي، شفتها وتعرفت عليها. يعني ما تعرفهاش قبل كده؟ لا. طب وازاي يا كامل؟ مش تعرف اصلها فاصلها قبل ما تتجوزها ولا ايه؟ يا عم هو ابوك كان يعرف امك قبل الجواز. ايوه يا كمال، بس دي مش امك ولا ده الزمن. هي ما عجبتكش ولا ايه؟ يا عم انا لحقت اشوفها، انا شفتها دقيقه، هتعجبني امتى؟ ممكن اسالك سؤال شخصي؟ شخصي؟ كمال انت اخوي. سبت مراتك ليه؟ انت مش عارف اسمها؟ مش فاكر، انت قلت لي على اسمها بس نسيت. اسمها حياة. حياة صح. سبت حياة ليه؟ مش انا اللي سبتها. هي اللي طلبت الطلاق يعني؟ هي ما طلبتوش. هي سابت البيت ومشيت وخدت علي معاها. وحلفت ما هي راجعه تاني غير لما اجيب لها شقه وباسمها كمان. طب وليه ما حدش حاول يصلح ما بينكم؟ امك حاولت تمنعها وهي خارجه. شتمتها وزقتها وقعتها على الارض. ينفع تدخلها بيتك تاني دي يا كامل؟ لا طبعا. انت كنت تعرفها قبل الجواز؟ بسنه. ولعلمك كانت بتيجي البيت تساعد امك في الغسيل وتنظيف البيت. كانت واحده تانيه خالص قبل الجواز يا معلم. شفت؟ يعني مش شرط انك تبقى عارف اللي هترتبط بيها قبل الجواز عشان تطلع زوجه صالحه. انا ما قلتش انه شرط يا كامل، بس على الاقل يعني نعرف دي مين، بنت مين، عشان ما تطلعش زي البت اللي عامله خليجيه عندكم في البلياردو. مين دي؟ سمو الشيخ رأف. سمو الشيخ رأف؟ طب لعلمك بقى دي لا سمو ولا شيخه ولا اسمها رأف. حلو.